اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه اليوم، نتوقف فيها عند المصادقه على ميزانيه الاضخم في تاريخ الجزائر وبعجز قياسي لسنه الرئاسيات العام المقبل، وحديث تبون عن نهضه صناعيه وما بدا احتفالا باستبدال صادرات القمح من فرنسا بروسيا، كما نتوقف عند زعم الوزير عون عن تمكن قطاع الانتاج الصيدلاني من تغطية حاجية السوق الجزائرية من الأدوية بنسبة تصل إلى 90%. افتخر وزير المالية الجزائري العزيز فايد بأن ميزانية العام المقبل تعد الأضخم في تاريخ الجزائر. العام المقبل هو عام الانتخابات الرئاسية ومؤشراته تسويق العهدة الثانية لتبون بدت واضحة لكثيرين. بلغة الأرقام، النفقات العامة ميزانية العام المقبل ستكون بنحو 15 تريليون دينار جزائري، أي ما يقارب 112 مليار دولار، ولكن بعجز قياسي كذلك ومدهش للخبراء، أي ما يفوق 44 مليار دولار. بالتزامن مع مصادقة مجلس الأمة على قانون المالية، أشرف تبون على افتتاح معرض الإنتاج الجزائري، كان في استقباله رئيس أركان الجيش ووزير التجارة، وتبون دعا لنهضة صناعية. وزير الصناعة بالمناسبة في الجزائر يشغل أيضا منصب وزير الإنتاج والصناعة الصيدلانية علي عون، زعم في جلسة استماع أمام لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعه تمكن من رفع نسبة وفرة الأدوية مقارنة بالعام الماضي، رفع هذا العام إلى ما تصل نسبته إلى 90% من الاحتياجات الوطنية. زيارة عبد المجيد تبون لمعرض الإنتاج الوطني كانت مناسبة لتقييم وضع المؤسسات الوطنية في مختلف المجالات، وما لفت الانتباه خلال المعرض أن هناك جهودا تبذل لتحسين المنتوج الوطني من قبل مستثمرين ومصنعين، لكن أغلبهم أكدوا امتعاضهم للرئيس من بطء التجاوب من قبل السلطات المركزية جراء البيروقراطية وقلة العقار الصناعي وعقبة تسويق الكأداء. هذه أبرز العراقيل والانشغالات. طائبة الأرقام اللي ما تحكمش فيها ونتاع التحكار تخلينا ربما ناخذ قرارات اقتصادية اللي ما تعوش بالفايدة على الوطن. ذكرت الجزائريين بكثير من الوعود التي كانت قد أطلقت سابقا عن الصناعة الجزائرية في إطار ما وصف بتعميم الاقتصاد، تخلصا من نفخ العجلات وعبء النفط والغاز اللذين ما زالا يشكلان أبرز العائدات المالية للجزائر منذ الاستقلال. 22 بعد 2000 عام الإقلاع الاقتصادي في الجزائر والتفتح على التعاون مع كل الشركاء والاطلاع بدور استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية، قال تبون. وها نحن على بعد أيام من حلول العام الجديد وقطار الإقلاع الاقتصادي لم ينطلق، لأن سكته ليست جاهزة بعد، يقول أحد الاقتصاديين. ومن الصعوبة بمكان أن يكون هناك إقلاع بدون مرحلة انتقالية متبوعة بتقييم وحوصلة لكل الموارد التي تزخر بها البلاد، كما جرى في الصين وتركيا والبرازيل وسنغافورة وماليزيا. الإشكال الأكبر أن هناك تناقضا كبيرا في الأرقام الصادرة عن الرئاسة وتلك التي تصدر تباعا عن ديوان الإحصاء أو مديرية الجمارك في العاصمة، أرقام يراها خبراء في الاقتصاد مضخمة ولا تعكس ما يجري على مستوى الجبهة الاجتماعية، حيث غلاء أسعار المواد الاستهلاكية وندرة مواد عدة، ناهيك عن الضعف المستمر للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري. المنظومة الصحية تراوح مكانها، قال أحد نقابي قطاع الصحة، بسبب ما يدور عن فشل السياسات الصحية للسلطة وعدم كفاية المراكز الاستشفائية وندرة الأدوية خصوصا لمرضى السرطان،
نهاية باستمرار أزمة ندرة مخدري جراحة الأسنان منذ شهور بعد غلق باب استيراده من إسبانيا، رغم تطمينات الوزير علي عون بالقضاء قريبا عمن يسمون مافيا الدواء ووعده بزيادة الإنتاج بغية تصدير فائضه نحو دول القارة السمراء، مشيرا إلى أن طرح 6,850,000 جرعة في السوق كافية لسد النقص الملحوظ. هذه أبرز العقبات التي لم تستطع وزارة الصحة تجاوزها منذ أكثر من عام، خاصة أن الوزير يحمل اليوم حقيبتين وأخرى للصناعة عامة. إلى متى يبقى من يوصفون بالمستثمرين يطرحون همومهم وانشغالاتهم للسلطة المركزية؟ سؤال يطرحه أحد المشاركين في المعرض الوطني ليدور في أروقة المحيطين بعبد المجيد تبون في غياب المؤسسات الشرعية، لعل وعسى يجد جوابا وافيا قبل حلول العام الجديد. لعل وعسى كذلك نجد أجوبة لأسئلتنا في حلقة اليوم، ونسعد باستضافة الدكتور حميد علوان الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي. دكتور حميد علوان، ناقشنا معك كم من مرة ميزانية الجزائر بلغة الأرقام، ميزانيات كبيرة، العام الماضي كانت الأضخم في تاريخ الجزائر، قيل 98 مليار دولار. العام هذا العام الحالي للعام المقبل أكبر، ستكون ما يعادل 15 تريليون دينار جزائري، أي ما يعادل 111 إلى حتى 112 مليار دولار. وزير المالية قال بما يشبه الافتخار أنها الأضخم في تاريخ الجزائر، ولكن بلغة الأرقام كذلك بعجز كبير جدا، يعني مدهش، 45 مليار دولار ميزانية 2024 طبعا سنة الانتخابات الرئاسية. شكرا جزيلا لك سي جمال، تحية للمشاهد الكريم، تحية سلام للمشاهد الكريم لك، لضيوفك لمجموعة قناة المغاربية. أولا لما نتكلم على ما تدلو به المنظومة الحاكمة في الجزائر، لما نتكلم على قانون المالية لسنة 2024، هذا دليل آخر بأن اليوم على مستوى توزيع الأموال و جمع الإيرادات، دليل آخر بأن الجزائر هي التي كانت توصف بالأضعف في منطقة المغرب للتحصيل الضريبي. ومن ثم لما نتكلم عن التحصيل الضريبي الضعيف، معناتها أن إيرادات الدولة الجزائرية من الجباية العادية والجباية البترولية هي فاشلة أو هي عاجزة، لذلك دائما تلقى النفقات أكثر بكثير من الإيرادات، وهذا ما يوصف بالعجز الموجود في الموازنة العامة بحوالي 45 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 40% بعملية حسابية فقط، حتى نوضح للمشاهد الكريم بعملية حسابية بسيطة جدا، تجد إذا جمعت كل العجوزات الموجودة منذ مجيء عبد المجيد تبون إلى الحكم سنة 2020 2021 2022 و23، معناتها ترى نتكلموا على حوالي 4 سنوات. إذا جمعت هذا 4 عجوزات راح تلقاهم الجزائر وكأن متأخرة بسنة كاملة، لأن 30 مليار زائد 25 مليار زائد 42 مليار زائد اليوم نتكلم على 45 مليار راح تجمعهم وتلقاهم أكثر يعني من مداخيل الجزائر لسنتين أو 3 سنوات. سؤال اليوم اللي نطرحه، من أين يتم تغطية هذه العجوزات؟ وهل الحكومة استطاعت تعويض أو ما يسمى الاستدانة للخزينة العمومية من البنك المركزي وتغطية هذا العجز اللي فوق 40% في كل سنة، اللي نتكلموا على حوالي 150 مليار دولار؟ هذا 150 مليار دولار اللي عبر 4 سنوات، كيفاش راح تغطيهم الخزينة العمومية؟ كيفاش ترجعهم من إيراداتها؟ وإحنا نتكلموا على معدلات النمو التي لا تتجاوز 3-4%، وحتى هذه معدلات غير حقيقية لأنها مبنية على مداخيل الغاز والبترول فقط،
ولذلك ترى بأن ربما أنت وصفت بأنها الأضخم في تاريخ الجزائر، لكننا نقول لك هذه النقود وهذه الأموال بدون أي مقابل اقتصاديا هو تحطيم للدورة الاقتصادية السنوية. لذلك تشوف اللي الأسعار أو المعدل العام للأسعار سواء المواد الأولية أو المواد النصف مصنعة أو المنتجات التامة للصنع أسعارها ارتفعت بثلاث مرات أو أربع مرات، هذا مقارنة بالعجوزات اللي كانت موجودة في كل سنة ولم يتم تغطيتها، ولم يسأل البرلمان الحكومة يوما ما عن هذا العجز كيف يتم تغطيته في السنة المقبلة وكيف يتم تسويته. لذلك الميزانية التقديرية اللي هم يقدروها ب 112 مليار دولار بعجز فوق ال 45 مليار دولار، هل في سنة 2000 في نهاية سنة 2025 رايحين نوجد نفوسنا أمام أكثر من 170 مليار دولار كعجز لمدة خمس سنوات أو يعني بالمناسبة هذا المشكلة المطروح؟ بالمناسبة طبعا توقعات أنه ربما ستكون هناك عجز وزيادة بمليارين أو أكثر في ميزانية 2025 و2026، سنتوقف عند هذه الأرقام. ولكن دعنا نشرك معنا في النقاش الآن من الجزائر دكتور أحمد طرطار الخبير الاقتصادي. دكتور طرطار، نتحدث عن أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر كما وصفها وزير المالية، ولكن الأرقام تثير فعلا تساؤلات كما كنا نسمع دكتور حميد علوان وحتى ربما المواطن البسيط الذي قد لا يفهم تعقيدات الاقتصاد. أليست المقارنة البسيطة مثلا أنه حكومة ستنفق مثل لنقول رب أسرة سيقول أنه العام المقبل ميزانيته 111 إلى 112 مليار دولار لنقل هكذا مثلا بالتشبيه، بينما يقول أنه يتوقع مداخله ستكون 66 إلى 67 مليار دولار، يعني عنده عجز في ميزانية مثلا 44 إلى 45 مليار دولار. يعني هل هذا منطقي؟ هل هذا يمكن يعني التعويل على هكذا اقتصاد، على هكذا ميزانية بهكذا عجز، ثم الافتخار بأنها الأكبر في تاريخ الجزائر؟ طبعا ستكون ميزانية بالتزامن مع انتخابات رئاسية وحديث عن مؤشرات واضحة لتسويق العهدة الثانية لتبون، وهناك من يربط هذا بذاك. طبعا مرحبا أستاذ جمال، مرحبا بك وفق الكرام بمشاهديك. هو في الحقيقة الحديث على العجز في الموازنة العامة عديد الشجون باعتبار أن هذا العجز يتكرر من سنة لأخرى، ولا يوجد مثلا مركز إعلام واحد سواء داخل وزارة المالية أو داخل رئاسة الجمهورية أو غيرها المؤسسات أو حتى الرقابة البعدية للبرلمان أنه يعطينا تفصيل واضح بكيفية معالجة هذه العجوزات. للأسف الشديد أعتقد أنه دائما وابدا تبقى الأمور مبهمة فيما يتعلق بهذا الأمر تحديدا، ولا يوجد أي يعني معلومة تخرج من يعني سلطات واضحة معلومة تبين كيفية معالجة هذا العجز. أعتقد يعني في اعتقادي الشخصي أنه هذا العجز يعالج بطرق نقدر نقول فيها ما هو ملتوي وفيها ما هو يعني محاولة لتدارك العجز، مثلا عملية التحويلات الداخلية بين بنود الميزانية والتغاضي على بعض البنود الأخرى عدم تطبيقها في بعض الدوائر الوزارية وغيرها. بالنسبة أيضا يمكن في بعض الأمور يتم تضخيم المحاصيل الضريبية في بعض الولايات، هناك حقيقة إفراط في هذه المحاصيل أو التحصيلات الضريبية، ثم أن هناك دين داخلي، ثم أن هناك طبع غير معلوم أو غير معلن للكتلة النقدية، وهذه كلها في الحقيقة يعني عندها ما أثرها السلبية للأسف الشديد. لكن ننتظر أنه المفروض أن يكون هنا دور البرلمان دور حاسم، يعني على الأقل أنه يشوف بلي تراكمات تاع ثلاث أو أربع سنوات أو حتى سنة طيب السنة الخامسة من هذه العجوزات من 20 إلى 25 إلى 50 إلى 50 إلى 50 مليار، وفي الحقيقة هي يعني قيم كبيرة ولا ندري كيف يتم تغطيتها. المفروض أن يكون يعني هنا هناك من يقول أنه
الجواب واضح وهو لا بلونش بي، يعني طبع النقود، رغم انه تبون ينتقد انتقد مرارا قصه طبع الاموال. نعم، هي من بين البدائل اللي هي مطروحه وربما اللي هي تؤتى بطريقه خفيه وغير معلنه، اللي هي طبعا النقود تحاصيل ضريبيه ويعني في بعض الاماكن والزياده فيما هو مقدر، احيانا يوصل 130 115 120% من التحاصيل الضريبيه في بعض الولايات، كذلك عمليات التحويل الداخليه واللي يتم شانها احلالات معينه في بعض بنود الموازنه العامه داخل الدائره الوزاريه الواحده او بين قطاع في تلك الدائره وقطاع اخر، احيانا يتم عدم صرف الموازنه بالنسبه لقطاعات اخرى ويتم شبه استرجاعها بطريقه يعني اداريه، ثم ان هناك اللجوء الى الدير الداخلي، كل هذه المعطيات متاحه. لكن معليش ما فيها باس انه تجي مثلا وزاره الماليه وتوضح امام نواب الشعب ولا امام ولا من خلال دائرتها المعلوماتيه الواضحه، لانه كل وزاره المفروض عندها ناطق باسمها او دائره للاستعلام وغيرها، توضح كيف تم معالجه مثلا العجز في الموازنة تاع 2023، كيف تم معالجة العجز في الموازنة تاع 2022 وهكذا، تأول يكون المواطن. ولكن نفس البرلمان طبعا، غرفتي البرلمان صدقوا على قانون المالية قبل أيام مجلس الأمة، قبلها مجلس الشعبي الوطني، وبالعكس هناك إشادات مع بعض الإشارات فقط، نفس الشيء يتكرر العام الماضي، قيل أنها أكبر ميزانية ب 98 مليار دولار، ثم بعدها كان هناك قانون مالية أصبح الآن يسمى، لم يعد يسمى تكميليا، أصبح يسمى تصحيحيا، بزيادة تقريبا 10 مليارات دولار أخرى، وتساؤلت أين ذهبت كل هذه الأموال؟ نتحدث عن أكثر من لماذا أستاذ جمال، هو السؤال راه وجيه، لكن الإجابة نتاعها واضحة ومعلومة، لأن احنا بصدد برلمان الموالاة وليس برلمان على الأقل مختلط بين الموالاة وبين المعارضة، أحيانا تثار في بعض القضايا في يعني اللي عندها بعد تمثيل شعبي من مثل هذه القضايا، ويتم عندها إذا حصر الحكومة بضرورة أنها تجيب على هذه المآلات نتاع الأموال اللي تم صرفها ولا الأموال اللي تم تخطيطها مثلا الموازنة العامة واللي هي من البداية منطلقة بعجز، كيف تم هذا العجز؟ للأسف البرلمان بغرفتيه هو برلمان موالاة، رغم فيه يعني أطياف مختلفة من الأحزاب، لكن في النهاية ما عندناش البرلمان تاع 1997 هكا، برلمان اللي كان عنده نوع من الوهج الإعلامي، عنده نوع من التخصص، عنده نوع من نقدر نقول التفرد في أنه يكون شبه برلمان، رغم أنه ينتمي للموالاة، لكن برلمان تعددي، واضح أنه عنده طروحات، عنده أفكار، عنده أحيانا يجبر الحكومة على أنها تتع مع المعلومة إجبارا إلى آخره. للأسف الشديد ما دام نوصل إلى أن نزكي الموازنة العامة 100%، هذا لم يبقى يا سيدي على الأقل 10% يقولوا نحن ممتنعون، و 5% يقولوا نحن ضد بناء البند الفلاني وبناء البند الفلاني، احنا تقريبا في مجلس الأمة حسب ما تداول الصحافة يعني تقريبا 100% مصدق على الموازنة العامة. يا سيدي من الموازنة العامة ما درهاش ربي سبحانه، درها بشر، والبشر يخطئ ويصيب، والاستهدافات تختلف من المخطط والمشرع، على الأقل يكون فيه جزء من المعارضة بما ينبئ أن هناك نوع على الأقل فيما يتعلق بمعالجة بعض المواضيع، أن هناك تململ أو أن هناك تمثيل شعبي أنه كذا. للأسف الشديد ليست لدي إجابة إلا هذه أستاذ جمال. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد طرطار، شكرا لك، ونكبر مشاركتك معنا رغم التزاماتك وسفرك، شكرا جزيلا لك. انضم إلينا الآن في النقاش عبد الكريم السيس، الناشط النقابي من الجزائر. عبد الكريم السيس، طبعا الحديث عن أكبر ميزانية في الجزائر في تاريخ الجزائر، وفي نفس الوقت طبعا فيها زيادات في الأجور، مع أنه طبعا كثيرون يتساءلون عن جدوى زيادات تزيد التضخم، وأصلا عجز ضخم لا يمكن تغطيته بالنسبة لكثير من الخبراء إلا بطبع الأموال،
مما طبعا يزيد الأمور تعقيدا والتضخم سوءا. عبد الكريم السيس هل أنت معنا؟ يبدو أن هناك نعم عبد الكريم السيس هل أنت معنا؟ يبدو أن هناك إشكال. أستاذ جمال راني معكم الصورة برك راهي ما تبانش. تفضل. معليش نحاول نسترجع الصورة. مرحبا سي جمال، مرحبا بالضيوف الكرام خاصة الأستاذ حميد علوان اللي غاب علينا وتقلقنا عليه. الحديث عن الأجور، تكلمنا عن الأجور وقلنا بالمناسبة أن الأجور إذا كان زيادة في الأجور يقابلها تضخم رهيب كأنك ما زدتش في الأجور. قانون المالية الميزانية تاع السنة الإنفاق فيها وصل لأرقام قياسية. قالوا نسمعك عبد الكريم السيس، نسمعك. سمحوا لي برك أنا عندي شوية تغطية شوية مش ملحة. إذا ربما نعود إليك لما تكون جاهز. عود لي يا خير سي جمال. أعود إليك لما يكون الخط جاهز. دكتور حميد علوان، يعني كيف يمكن تغطية هذا العجز؟ إلا ب يعني الجواب واضح، إلا بطبع الأموال بتعقيدات ذلك، بمتداعيات ذلك على التضخم، وفي نفس الوقت يتم تسويق القصة كلها بالعناوين الرنانة أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر، ووعد بزيادة أجور الكثير من الصحف الجزائرية العناوين، وهذا تاريخ صب الزيادات في الأجور، مع أن الزيادات في الأجور تزيد التضخم وبالعكس تعقد الوضع، أليس كذلك؟ طبعا سي جمال لما تسمع سي طرطار يتكلم على مساءلة البرلمان يقول بأن ماهوش نفس البرلمان وربما برلمان الموالاة، ربما عندي رأي آخر لأنه هو اللي يعالجوا هذه العجزات ويقبلوا بأن تكون ميزانية مثل هكذا ميزانيات بقيمة كبيرة نقدية، ولكن في حقيقة ما كانش ما يقابلها من تقديم سلع وخدمات، وهذه القيمة النقدية لم تعد يعني بالقيمة الحقيقية للجزائري يقدر بهذه النقود يعود على 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 عائلته على على أهله بالمنافع اللي يحتاجها. ولذلك أظن بأن اليوم البرلمان حتى أكون موضوعي أكثر من 60% ما هم فاهمين فيها ولا شيء في عالم الاقتصاد، ما يعرفوش الميزانية الباسيف من الاكتيف، ولذلك هما جايين يرفعوا أيديهم ومات الملك عاش الملك. ولذلك أظن من الجانب الاقتصادي دائما تلقى وزير المالية أو رئيس لجنة المالية على مستوى البرلمان دائما يزكى بمنصب آخر كوزير، ولهذا تلاحظ بأن معظم الوزراء اللي جاءوا الوزارة كوزراء مشوا من هذا المنصب. ثانيا أنت تقول لي كيفاش يغطيوا هذه العجوزات، العجوزات يغطوهم بقدرة الدينار أو قيمة الدينار المنهارة، هذا هو الترجمة تاعها، ما كانش تغطية واحدة أخرى. المعدل العام للأسعار مرتفع جدا، الديناميكية بالنسبة لقيمتك كقيمة، لأن في نهاية المطاف العملة هي عبارة عن سلطة في حد ذاتها للدولة أيا كانت. أظن بأن اليوم أنتم تقولوا بأنه طبع النقود الحاليين يطبع فيهم لأن ما فيش خلق قيمة مضافة. أنا نبقى نتساءل لما يقول لك مثلا وصلنا إلى مستويات معينة من الناتج المحلي، وهنا نحط قوسين، هناك طريقتين لحساب الناتج المحلي، طريقة العملية الإنتاجية أو ماذا ينتج البلد محليا بقيمة العملة المحلية، هذه الطريقة الأولى. هناك طريقة ثانية واللي يحسبوا بها في مختلف الأنظمة وهي طريقة الإنفاق العام، ربما رفع وتضخيم الإنفاق العام هو الذي سيؤدي بعدين إلى بعض النتائج والإنجازات نتاع أن الناتج المحلي الجزائري ارتفع، ومن ثم أظن وكأنها عملية مسبقة لإعطاء معلومات للجزائريين لأنهم تقريبا غير مثقفين اقتصاديا،
ولذلك راح نقولوا الناتج المحلي وصل لان لكن ليس هناك في ربما ليس هناك حسابات يعني اقل طموحا من هذا. قد ربما البعض يعني الاقتصاديين قد يحاججون دول تقوم بهذا لإنعاش الاقتصاد، ولكن ماذا لو أن الحسابات في الحقيقة حسابات سياسية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية العهدة الثانية لتبون 2024؟ يعني هذه هي القصة وما فيها. شوف سي جمال، احنا درك نقولوا حتى قصة 24 الانتخابات، لكن حتى الميزانية تاع السنة الماضية والميزانية اللي من قبلها هي مضخمة. لماذا أقول مضخمة؟ لأنها هي مبنية يتم حسابها ويتم حساب الناتج المحلي الإجمالي الابتدائي على أساس الإنفاق، وكلما أنفقنا أكثر معناتها راح نبين للناس بأن هناك إنتاج محلي كبير وإعادة توزيع ومعدلات النمو سترتفع، وهذا مغلوط. لماذا أقول هذا؟ لأن الحساب على أساس الإنفاق العام عندما تكون قيمة الدينار منخفضة وعندما توزع الأجور بدون أي مقابل سلعي وإنتاج مادي وخدماتي، هذا يصبح عبارة عن غش في الاقتصاد الجزائري، تحايل على الاقتصاد الجزائري وعلى الموازنة العامة في حد ذاتها. ولذلك أظن بأن اليوم بات على مهتمين بالشأن الاقتصادي أنهم يدقوا ناقوس الخطر، وأنهم بعض الخبراء الشرفاء بالجزائر يقولوا باسطة لهذه العملية، لأن هذه العملية ما شفناش العائد على الاستثمار، ما حسبوهناش، ما شفناش ميزانية الاستثمارات أو ميزانية التجهيز، هي دائما أقل من ميزانية التسيير. وأنت تعلم كل العلم بأن لما نضخوا أموال لإعادة إنفاقها في الاستهلاك، هذا ما راحش دورة اقتصادية وما راحش ترفع طيب من معدلات النمو، هذا ما يعاني منه الاقتصاد الجزائري. نعود الى عاده الينا عبد الكريم مسيس. طبعا عبد الكريم مسيس الناشط النقابي المواطن الجزائري الذي يعيش حياه المواطنين الجزائريين. طبعا الجزائريون يعني وكل العالم يعني الاقتصاد معقد عبد الكريم مسيس بالنسبه للمواطن البسيط، فحتى اعضاء برلمان كان يقول دكتور حميد علوان كثيرون لا يفهمون حتى تعقيدات الاقتصاد، يصوتون بنعم فقط. ولكن اليست الحسبه بسيطه؟ يعني المفروض أنه بلد يقول أنه عنده ميزانية ب 111-12 مليار دولار ومداخله 76 مليار دولار، يعني واضح أنه زي مواطن يقول أنا رح نصرف 10 ملايين في الشهر والمداخل تاعه أو 11 مليون في الشهر والمداخل تاعه 6 ملايين، يعني واضح أنه عنده من رح يجيب الفارق 5 ملايين مثلا، وهي الآن تقريبا 45 مليار دولار. يعني سؤال مشروع، وطبعا هذا له تداعيات على الاقتصاد وعلى مستقبل وعلى الأجيال المقبلة، يتم الإنفاق هكذا أموال بدون حساب بعناوين ربما حسابات سياسية بعناوين زيادة الأجور وغيرها. السلام عليكم مرة ثانية. السلام جمال والخبراء الأفاضل المتفرجين. أنا نتفهم تخوف الخبراء لما يقول لك الفرق بين المداخيل والميزانية تاع 111 ولا 112 مليار دولار، أن تفهم أن الحكومة راهي تطبع أوراق مالية باش تضخها في الميزانية، وهذا شيء خطير. وبالرغم انا مانيش مقتنع على كل حال، مع كل احترام للاساتذه والخبراء الكرام هما ادرى مني، ذكروا لما رئيس الحكومه الاسبق احمد يحيى صرح، هذا في زمان العصابه، صرح انه قالت الحكومه ستلجا الى طباعه اوراق نقديه لدفع ديون تجاه شكون؟ تجاه الأوليغارشيا باش تغطي نفقات الإنفاق العمومي، لا كوموند بيبليك. هذا زمان العصابة وصرحوا بها. إذا كان الحكومة راهي تطبع، البنك المركزي راهي تطبع والجزائري ما على بالوش، هذا شيء خطير. ونتفهموا كذلك نسبة التضخم الرهيبة ورفع الاجور. لما تكلمنا على رفع الاجور، انا كنقابي واش يحب الضوء، يحب العامل يحب تزيد له في الاجور،
يغطي العجز ما يلحقش راس الشهر ويكمل الشهريه تاعو. ولكن قلنا مساله الاجور هي مساله خطيره، لازم يتحسب لها ألف حساب. لما تزيد الاجور لازم يقابلوا بالموازات السلع والخدمات. لما الحكومه ما تتحكمش في التجاره والتجاره الموازيه خاصه، كلنا على بالنا بلي ما كاش جزم في هذا الرقم، هذا كاين حوالي يقولوا ناقص او زائد 100 مليار دولار. الحكومه ما خداتش اجراءات جريئه لامتصاص هذا الكم من الاموال. نسمعوا باللي عصابه ولا فلان او فلان صابوا عنده 300 مليار في القبو تاعه، والاخر صابوا عنده 30 مليار. لازم ماهوش غير الاجراءات الامنيه اللي راح نحلوا بها امتصاص هذه الاموال الهائله التي اثرت على تدهور الدينار واثرت على سعر صرف الدينار. الاجراءات اللي اخذها رئيس الجمهوريه مؤخرا، نقولوا قانون الاستثمار مرحب به لانه كان فيه تعديلات من شانها ان تجذب الاستثمارات الخارجيه. بدون استثمارات خارجيه، بدون موارد خارجيه، ما نقدروش نتكلموا على اقلاع اقتصادي. زيد تم الافراج مؤخرا على قانون، واللي كان تكلمنا عليه في الحصه الماضيه سي جمال، قانون العقار اللي كان فيه حبيس مشكل العقار الصناعي، وين تكلمنا شحال مؤسسه اجنبيه وشحال مؤسسه جزائريه، شحال شريك جزائري واجنبي تعثرت الملفات تاعهم وقعدت حبيسه الادراج لانه لم يتم اطلاق سراح قانون العقار. المؤشرات، نقول مؤشرات ايجابيه، ولكن وتيرة الإصلاحات طيب. أظن أنها جد بطيئة. يبقى معنا عبد الكريم مسيس، طبعا بالتزامن مع مصادقة مجلس الأمة على قانون المالية على موازنة العام المقبل، أشرف التبون على افتتاح معرض الإنتاج الجزائري ودعا لنهضة صناعية. نتابع مقطع مما جاء في تبون خلال إشرافه على هذا المعرض. يعني إذا كان توما ما تجيش معكم النهضة الصناعية والنهضة تاني كذلك في خلق مناصب شغل الشباب تاعنا، فو جامي ساتيسفي دو سكون في بار برانسيب يفو توجور سو ريميتر اون كوز سا بيرمي دافونسي. فو بونسي او موتوسيكل des motocycles, puisque la même production de motocycles. Il faut toujours aller vers la satisfaction du besoin national et l'intégration. Pardon, monsieur. Oui. Avec l'intégration des dimensions, je sais que vous avez été bloqué, je sais pourquoi, je sais que là, vous êtes sous protection. Merci beaucoup. Vous êtes dans d'autres industries algériennes, personne. حنا موجودين، بيرسون نوزرا اون نوت بريزونس سابوتي لاندستريزاسيون الجيري. Quand on arrive à l'essieu, je crois qu'on a dépassé de loin les 40% d'intégration nationale dans la production mécanique. Oui. هذا اللي فابريكي دوبي لا فوندري لا فورج ليزيوناج كامل كما راك تشوف فيه. سياده الفريق اول شاف مبلا فوندري وحضر معنا شاف لي برودوي. ان اتوندون ان شاء الله لا توريل. دكتور عميد علوان، ما رايك؟ تبون في معرض الانتاج الوطني يتحدث عن نهضه صناعيه، ومره اخرى فوزيت سو لا بروتيكسيون، لان تحت حمايتنا على مستثمرين، ويعني انه هناك مؤامرات، وانه تبون مره اخرى يتحدث انهم هؤلاء تحت حمايه الرئاسه. تحدث عن الانتاج الصناعي في الصناعة العسكرية ونسبة التوطين ب 40%. شوف، قطاع الصناعة هو يترجم نفسه بنفسه في الجزائر. أولا لما العالم الاقتصاد لما نحسبه
بارتيسيباسيون دو سيكتور اندستريال المحلي الاجمالي نقيموه بكل القطاعات، لان لما اليوم في المعرض ربما يتكلم عن الصناعات الميكانيكيه وبالضبط الصوره كانت تعبر على شيء كبير، ان يعني سلموه الى الجهاز العسكري يعني للميكانيك صباح، او حتى شركه سوناكون في حد ذاتها على ما اظن المدير العام تاعها هو عسكري. هذا دليل اخر بان المنظومه الحاكمه ما قدرتش تفعل قطاع الاقتصاد، لان قطاع الاقتصادي او القطاع الصناعي في حد ذاته الصناعات المدنيه يجب ان تكون في يد المستثمرين، في يد المستثمرين المحليين والاجانب برؤوس اموال. لذلك لا يمكن اليوم نتكلم على الإقلاع الصناعي دون تصحيح ما موجود في القطاع المالية، القطاع البنوك، النظام المالي في الجزائر تقريب تقليدي لا يتماشى مع انتقال رؤوس الأموال. لغاية اليوم لم نحرر رأس المال والدينار لم يتحرر، لم يتم تعويمه، هو بقيمة اسمية. كيف توزع هذه الأرباح؟ كيف يمكن إخراجها من الوطن؟ لأن كل المستثمرين في مختلف الدول لما يفتحوا ويحروا تجارتهم الخارجية هنا راح نبدأوا نتكلموا على ما يسمى الإقلاع الاقتصادي أو أن يكون مستثمرين، لأن قطاع الصناعة عنده خصوصية مهمة هو أنه يحتاج إلى موارد بشرية وكفاءات عالية، خاصة الصناعات اللي تعتمد على التكنولوجيات العالية. وهنا تكلموا منذ 15 أو 20 سنة اللي مرت الجزائر ما قدرتش تكون في مختلف القطاعات اللي مرتبطة بالصناعة في حد ذاتها، ما كونتش، ما عندناش كفاءات، ما عندناش مدارس متخصصة ومعاهد متخصصة، بقت إلا الجامعات هي اللي تخرج ربما ديزانجينيور فقط بوكو بلوسون تيوري. ولذلك أظن أن القطاع المهم الثاني هو رؤوس الأموال. هل الجزائر لما تدير موازنة عاجزة ب 45 مليار دولار معناتها الإنفاق أكثر من الإيرادات ب 45 مليار دولار، هل نقدروا نقولوا راح نديروا إقلاع في القطاع الصناعي وفي القطاع الاقتصادي؟ مستحيل، غير مقبول. طبعا في القطاع الصناعي كنت تشير إلى المؤسسة العسكرية، لو تذكر حينها فرحات إيطالي عندما كان وزيرا للصناعة قبل إقالته هو الذي كان يقول بالعكس أنه الأفضل للصناعة أن تكون تحت الصناعة الوصاية العسكرية، لأن هناك التزام وهناك انضباط. يعني شوف ريزون دو بلوس لما تتكلم لي على وزير سي فرحات إيطالي مع احترامي لشخصه، لما تجيبوا السيكتور الاندستريال للصناعات وكذا السيد عنده تكنيسيان اون فيسكاليتي جو بونس، ما عندوش فورماسيون دو باز، ما تخليهش انه يطلع. ولذلك الانسان اللي ما عندوش درايه بالقطاع تاعو، ما عندوش مشروع في القطاع تاعو، لازم يقدمه الى ناس واحد اخرين، وهذا مطلب به ربما التقرب الى المؤسسه العسكريه ثاني الفشل، لان ما عندوش مشروع، هو جاء بطريقه ربما بطريقه الطبل والغيطة ربما، مش عارف انا كيفاش تحصل سي فرحات إيطالي على وزير في قطاع الصناعة. وهذا دليل آخر أنه ما طولش. ولذلك اليوم الصناعة تراوح مكانها، والدليل على ذلك سي عون يحمل حقيبتين، أسكو ما لقيناش صاحب مشروع في قطاع الصناعة مثلا؟ ولذلك مرة نمدوها الأستاذ جامعي اللي كان عند سي أحمد زغدار، وكذلك ما هوش مختص في القطاع الصناعي والقطاع الميكانيكي وكل صناعة بما تحمل همها. والآن هناك وزير الصناعة هو وزير علي عون، وزير الصناعة الصيدلانية. سنعود إلى هذه النقطة فيما تبقى من وقت، ولكن دعنا نسمع من عبد الكريم السيس. عبد الكريم السيس كنا نسمع تبون وحديثه عن نهضة صناعية ويعني إنتاج وطني والكثير من الكلام، لكن ماذا عن الواقع؟ الجزائر التي كانت لديها في السبعينات يعني قاعدة صناعية، عندما كانت الجزائر قاعدة صناعية لم تكن دول موجودة مثل الإمارات مثلا. الآن الإمارات بالعكس هي التي تتوسط للجزائر لوزارة الدفاع لتعقد صفقة مع شركة مرسيدس للإنتاج عربات في الجزائر.
في عهد الراحل بومدين كانت عندنا ما يسمى بلا ماكرو ايكونومي ولا لا ماكرو اندستري، كان الاقتصاد قائم على الصناعه، على الصناعه الثقيله وعلى السياحه. صحيح انذاك لم تكن لا الامارات لا قطر لا الكويت، وكانت السياحه في الجزائر تتجاوز الى حد كبير السياحه في تونس، في المغرب ما لا أجزم. اليوم اذا حبينا اقلاع اقتصادي ونعطوا للصناعه المكانه تاعها، الاموال الموجوده والرجال موجودون، عندنا خبراء وعندنا الجامعه الجزائريه راهي تلقي بعشرات الالاف الى سوق العمل، وسوق العمل يا اما ما يصيبوش منصب عمل او فيه المحسوبيه، مازال هذه المحسوبيه مازال في الشركات الكبرى، باش صح لك انت في سوناطراك ولا في مؤسسات كبيره لازم لك تجري. بالرغم من دعم لانام الوكاله الجزائريه للشغل اللي راهي تستقبل طلبيات، ولكن باش يتسح لك منصب عمل مازال عندنا وقت. وتكلمت في الحصه القادمه السي جمال، قلت لك ماهوش من باش نبرر وين فشلت الحكومه، كاين وين لاباس افلحت كاين وين فشلت الحكومه، باش ماشي باش نبررها. قلت لا يمكن اصلاح ما افسده الظهر في سنوات او في عهده اثنتان ثلاثه اربعه زيد لها خمس عهدات. الفساد اللي مرت فيه البلاد والرداء اللي مرت فيها البلاد رانا تراجعنا كثير، وين دويلات صغيره مساحه تاعها ما تجاوزش مساحه العاصمه زيد لها ولايه البوليده، اليوم اصبحت قوى عالميه وراهي توزن في الساحه في الساحه الدوليه. قلت لك كاين مقاومه، ما نشوفوش غير الفوق، هذا وزير نقولوا هذا وزير فاسد وهذا جنرال فاسد، زيد اهبط لتحت، تهبط حتى لرؤساء المصالح وين تصيب انت باش تقدم ملف استثمار او ملف بناء مصنع، لازم لك انت تروح تشوف موظف بسيط، وما نقولكش شو صرا بين اربع حيوط، هذه لازم تتوقف ولازم الردع. طيب. بصفة راديكالية. شفنا وين، تسمح لي برك هنا نقطة مهمة، وين كان تدابير أو تدخلات الحكومة نعتبرها ظرفية، حتى صرا ما صرا فيما يخص الحبوب الجافة، باش الدولة عاودت استرجعت الحبوب الجافة ومدتها للديوان الوطني لتسويق الحبوب لو اي سي، وشفنا واحد الوقت، ولكن لم يشكل ذلك بالعكس ازمه. الجزائر الان يشتكون ليس هناك نوبيا وطوابير على العدس والحمص ومشهد لا يليق بالجزائر، يعني نحن في 2023 هل يليق هذا المشهد في مشهد السبعينات لاكابس وغيرها ولوفلا وغيرها، يعني مشهد بائس، هل يليق هذا المشهد بالجزائر؟ لا سي جمال، انا تبسمت ضحكت لانه تفكرت الحادثه تاع وزير الفلاحه اللي قال لهم بدل كارتي. انا في وين راني نقيم سي جمال، والله غير صبت العدس وصبت اللوبيا وصبت الحميصه، درك نقول المواطن اروح نعطيك العنوان اروح تشري، ولكن جوزنا مرحله. هل يشتري الجزائر؟ يعني متوفر الجزائريون يشتكون يقولون ما كانش اللوبيا، الان مشكله السميد، مشكله الزيت، يعني هؤلاء ربما يعيشون في كارتي اخر كما قال وزير الفلاحه المقال كما اشرت. تتذكر سي جمال صار الحس يعني نهضة الضجة اليوم زيت المائدة راه متوفر، نهضة الضجة اليوم حليب تاع الاكياس راه متوفر، نهضة الضجة نتمنى انا اللي مانيش غلط مانيش انا اللي عندي الحق، الحبوب الجافة راهي متوفره نوعا ما. متوفره اين يعني يعني هل يجب ان تذهب الى هذه الديوان الوطني للحبوب لتشتريها؟ هل متوفره في الدكاكين بشكل عادي ام ماذا؟ لا لا مش كاين تذبذب في السوق على كل حال، ولكن انا مشيت نقضي يعني مره في الاسبوع
لقيت ماده العدس، ماده اسمها هذيك الروز واللوبيا، لقيتها متوفره، ولقيتها متوفره باسعار معقوله. ممكن نمشي غدوه ولا في الويكند الجاي، ممكن ما نصيبش. يعني هذا هو تذبذب طيب في السوق. هذا تذبذب، ولكن يعني باختصار، هل هذا المشهد يليق بالجزائر؟ قصه ان يتم الحديث في 2023 الحمص واللوبيا والعدس، ويتم اعاده ما يشبه لوفلا ولا كابس والطوابير، هل هذا المشهد يليق بالجزائر باختصار لو سمحت؟ للأسف هذا هو المشهد سي جمال، للأسف. وكذلك مشهد الدواء وأزمة الدواء في مقابل وزير الصناعة، وهو بمناسبة يشغل أيضا منصب وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، يزعم في جلسة استماع أمام لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعه تمكن من رفع نسبة وفرة الأدوية مقارنة بالعام الماضي إلى ما نسبته 90% من الاحتياجات الوطنية. فيما يخص ضبط السوق وتوفير الأدوية على المستوى الوطني، بلغت نسبة تغطية السوق الوطني في سنة 23 إلى 68%، ونرتقب إن شاء الله من هنا لآخر سنة، ولا رانا إن شاء الله في آخر ديسمبر تكون تحكم في 70% السوق الوطني من بالأدوية منتجة محلية. نهاية سنة 2023 لاحظنا تحسن في وفرة الأدوية، رغم بعض الجماعة اللي ما تشاطرناش في هذا، ولكن تحكمنا في وفرة الأدوية، بالأخص الأدوية اللي متوجهة للصيدليات ماهيش للمستشفيات، لأن ما هيش من صلاحية وزارة الصناعة. مقارنة بسنة 2022 نقدر نقول باللي تحكمنا في حوالي 90% من الأدوية اللي متوجهة للصيدليات. دكتور حميد علوان، ما رأيك فيما يقوله وزير بقبعتين؟ يعني يتحدث عن، مع أنه يعترف أن هناك من يختلف معه، جزائريون يشتكون أنهم يضطرون إلى الحصول على أدوية بالعائلات والمطارات مليئة بالجزائريين الذين يسافرون الحصول على الدواء. عون يقول بالعكس، يزعم بأنه وفرنا 90% من السوق الوطني. سي عون من حقه يدافع على قطاعه بطريقة اللي يبغى. شوف في البلاطو تاعك اليوم نسمعوا السي مسوس اللي هو النقابي، وانا نحترم النضال تاعو. اولا المصطلحات الاقتصاديه لازم السي مسوس نضبطوها، لما تتكلم وتقول الاستثمار الخارجي ما كانش مصطلح اسمه الاستثمار الخارجي، كاين الاستثمار الاجنبي والاستثمار المباشر اجنبي وغير مباشر. ثانيا البلاطو تاعك هذا سي جمال، رانا نتكلموا على العدس واللوبيا، نتكلموا على الحميصه، ورانا نتكلموا على اعاده ديوان باش نوزعوا هذه المواد البقوليات اللي هي مواد فلاحيه بامتياز، اللي الجزائر ارض تعتبر ارض فلاحيه، كانت تسمى مطموره اوروبا. انا ما نفهمش كيف الجزائر والمنظومه هذه الحاكمه بما فيها قطاع الصناعه اللي ما قدرناش نوفروا مواد غذائيه تنتج في الارض، يعني الفلاح يقدر ينتجها ادوات تقليديه. فاش نتكلموا على الادويه بان خلاص الانتاج المحلي وصل الى غايه 90% ويتحكم في 90%؟ ما كاين حتى دوله تدير الانتاج المحلي تاع الادويه ب 90% في بلادها، تكلم على فرنسا، تكلم على المانيا، تكلم كذا، ما ينتجوش ادويتهم 90 الى غايه 100%، لا مستحيل، غير معقول. لذلك أظن هذه الأرقام وتضخيم هذه الأرقام هي اللي خلات ربما المصداقية ما كانش في هذا، لما يجي لا مستثمر أجنبي لا واحد آخر. اليوم كذلك نرجع ونتكلم على أننا كيف نوزعها. أنا كنت نتمنى، ما لاش في سنوات السبعينات، نتمنى عملية الإنتاج في الجزائر وين راهي، مش عملية استورد في البابور وعرك حاصل حتى كيف توزعها. هذا إذا ما قدرش توزع هذه المواد، تتكلم عن الإنتاج، غير معقول، غير منطقي، غير مقنع.
أظن بأن الأدوية روح شوف وصاري في ليزوبيتو مثلا. أنت وزير ردت له هذا القطاع هذا ما كان حتى في بلاد داروا له وزارة. في الجزائر عنده وزارة، وزارة الصناعات الصيدلانية. طبعا كانت بالمناسبة هناك زيارة وزارة غريبة، يعني الهند في بوليود وما عندهاش، كان وزير منتدب للصناعة السينمائية في بلد ليس فيه صناعة سينمائية مثلا كنموذج. نعود إلى موضوعنا. هذا هو اللي قلت لك مقبل، الإنتاج المحلي يحسب بطريقتين، عن طريق العملية الإنتاجية وخلق سلع وخدمات، أو عن طريق الإنفاق العام. لاحظوا بأن الحكومة الآن روح للبرلمان وفر له الأموال تاعه وزيد له في الليبري بتاعه، روح للحقائب الوزارية فايتة 30 وزارة على ما أظن بتوصل إلى غاية 40 وزارة في الجزائر. هذا الإنفاق العام هو اللي خلي غوفلاش تاع الموازنة العامة ووزع الأموال على وكذلك تضخيم الأرقام. للأسف الوقت يضغط علينا. نسمع كذلك من علي عون يتحدث عن مخبر أجنبي قام باحتكار مخدر الأسنان، أزمة في الجزائر لمشكلة عدم وجود الأنستيزية ومخدر الأسنان للأطباء الأسنان. نتابع جرعة، وهذه تمثل احتياجات البلاد حوالي 150% on l'a mis sur le marché l'équivalent de 150% des besoins du marché en l'espace de 3 mois. المشكل اللي صار في هذا الصنف من الأدوية كان فيها احتكار من طرف مخبر أجنبي اللي توجه وخلق ندرة هذا الصنف في السوق وتوجه بأصناف وكميات. عبد الكريم مسيس، ما رأيك مرة أخرى لغة الأرقام والكبيرة 90% بينما الجزائريون يقول أنهم يعانون في الحصول على الأدوية، أزمة الأنستيزية مخدر الأسنان للأطباء الأسنان أزمة كبيرة، بينما كنا نسمع عون يقول واقع آخر، وفرنا 150% من حاجة السوق والعكس، هناك مؤامرة من مخبر أجنبي. طبعا الأزمة أزمة المخدر أرجعها كثيرون إلى حين إلى عقوبات بين قوسين على إسبانيا ومنع الصادرات من إسبانيا التي كانت تستورد منها الجزائر بشكل خاص مخدر الأسنان، بينما هو يتحدث عن إنجازات كبيرة وحتى عن مشاريع، 5 مشاريع لإنتاج مخدر الأسنان. ما نقلوش من مجهودات السيد الوزير، ولكن الأرقام يقول واش يحب، أرقام ضخمها 150 200 500%، الواقع يقول عكس. هادشي عندي أنا صديق وجار طبيب أسنان تعرض لهاد النقطة هذه والله ما شفيت في السوق، اضطر أنه يروح يشرو. أنا شخصيا قلت له علاش لا كونسلطاسيون 2000 دينار ولا 3000 دينار، يعني دي طرطراج ولا هذه ولا تنحي ولا. يقول لك لما تروح تشري المخدر البرودوي انستيزيون يشريه في السوق السوداء، يعني هذا معقول؟ هذه نورمال؟ وزيد قلت لك انا مواطن بسيط ما نفهمش لغه الارقام، لي كونسيرو لي مرض السرطان مساكن في دوله كما بحجم الجزائر ما كاش، كاين ناس ماتت والله، الناس ماتت وما استفادتش من هذا العلاج هذا. سوق الدواء الى حين السوق هذا استولات عليه مافيا، ما يسمى لا مافيا دو ميديكامون، استولات عليه دروك الدوله. هذا الدور تاع السيعون هو اللي يحل هذه المشكله هذه. وما تكلمني لغه الارقام، ما نفهموش لغه الارقام خويا. انا نروح للصيدليه ولا نروح يا عجبه في المستشفيات، في المستشفى الدواء ناقص الدواء. انا في العائله ما عندهاش 5 شهور، البنت تاعي راحت باش تزيد، يعني راحت اون كاتاستروف في الشهر الثامن، وعلى بالكم في الشهر الثامن يعني البيبي ما يشدش لاسباب ما، ما على باليش. الحاضنه لا كوفوز في مستشفيات ناقصه، عدد تاعها محدود، وكي تدي
كي تدي المراه باش تزيد في عياده طبيه خاصه تخلص لا كوفوز 35 الف دينار لليله الواحده، حدث ولا حرج. احنا هذا واش نفهموا لغه الارقام اقتصاديا ولا ما نفهموش لغه الارقام، نفهموا الوفره، نفهموا الاسعار وتحبس هنا. شكرا جزيلا لك عبد الكريم السيس، وتحدث عن الواقع كما تحدث كذلك الدكتور حميد علوان عن الواقع وعن بلغه العارف كذلك بلغه الارقام بمعايشه الواقع وبلغه العارف كخبير اقتصادي واستاذ جامعي. شكر لكم جميعا دكتور حميد علوان المحلل الاقتصادي الاستاذ الجامعي وعبد الكريم السيس ناشط نقابي. كما نجدد الشكر مره اخرى للدكتور احمد طرطار كما كان معنا الخبير الاقتصادي كذلك في هذه الحلقه. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والى اللقاء.